ايه اللي كسر يا زينب؟ زينب 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 زينب، ايه اللي حصل يا زينب؟ زينب 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 زينب، ايه اللي حصل زينب؟ باين لي اغمى عليا. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا على مهلك يا زينب، حاسب الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبنا محروس. هو اليوم من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت، عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش محروس انا. ما تاكلي يا زينب. انا كويسة. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرأ عيب. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج.